دكتور محمود شاهين، كل سنة وانت طيب. وحضرتك بألف خير يا فندم، وكل الشعب المصري بألف خير. إيه خلاص، احنا يعني الساعتين الجايين دول وبكرة كله لازم يقعد في بيته؟ طب ليه الكلام ده بقى؟ معلش بقى، يعني حالة من عدم الاستقرار متعودين عليها دايما في فصل الشتاء، بس هي مناسبتها انها جاية مع ليلة رأس السنة. اه كل سنة وانتم طيبين، فبقدر الإمكان يعني اللي مش مضطر يخرج يكون القعدة في البيت ليه والاحتكاك ازاي؟ ده انت في جاي يا البيت. دكتور محمود في ليلة رأس سنة وفي شباب هيقعدوا يلفوا طول الليل وسهر و معلش، هو بس في برودة جامدة وفي برودة أمطار. جامدة. برودة طبعا فترات الليل بشكل كبير، وسقوط أمطار طول النهار على فترات متقطعة طبعا من متوسطة الغزيرة، فأكيد طبعا الأجواء هتكون غير مستقرة بشكل كبير. طب قول لي كده درجات الحرارة. درجة الحرارة وقت الظهيرة تصل من 15 ل 16 درجة، وقت الظهيرة ده اللي هو يعني الشمس حلوة اللي هي كمان. أعلى درجة حرارة على مدار اليوم. فطبعا فترات الليل هتتراوح درجة الحرارة ما بين 10 درجات و 8 درجات مئوية، فمع سقوط الأمطار فطبعا هيبقى الجو يعني مش مستقر، متقلب طبعا، فمش هتنفع طبعا خروجات عائلية في هذه الظروف الجوية. لكن الشباب زي ما حضرتك ما بتقول بقى بيحبوا يخرجوا، وفي ناس صحيح. بتحب تخرج طب في درجة الجو. الحرارة الليلة الصغرى كام وبكرة الصغرى كام؟ درجة الحرارة الصغرى بتتراوح من 9 إلى 10 درجات مئوية في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح. فدرجات الحرارة منخفضة، ما فيش كلام طبعا. صحيح. طب المطر والثلوج وكده؟ وارده طبعا زي ما قلت لحضرتك، الامطار من متوسطه الغزيره سواء على السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره، شمال الصعيد. القاهرة ممكن تسقط فيها أمطار؟ الامطار هتكون من متوسطه الى غزيره، في كميه الامطار هتكون واضحه طبعا وملحوظه في معظم مناطق القاهره. اكيد طبعا هتعمل تجمعات للميه، فطبعا زي ما قلت لحضرتك تقلبات وطقس غير مستقر. ذروه الحاله تعتبر بكره الجمعه، بكرة فأكيد بيقولوا يوم صعب. يعني مش هنقول صعب، ولكن هنقول هو اللي فيه أكثر كميات من الأمطار ممكن تسقط خلال هذه الحالة. طب قول لي بداية الاستقرار امتى دكتور محمود؟ التقلبات الجوية مستمرة معنا حتى بداية الأسبوع اللي جاي، السبت والحد هنلاقي برضه لسه في سبت تقلبات والحد جوية. الدنيا شغالة معانا بالشكل ده. فرص الأمطار بقى متفاوتة الشدة ومناطق متفرقة، ممكن تمتد المناطق يوم الاثنين، ولكن الاستقرار الكامل على كافة المحافظات إن شاء الله هيبقى يوم الثلاث بإذن الله، مع عودة لظهور الشبورة اللي هي الصبح بدري اللي بتعلن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية. في محافظات هيقع عليها يسقط عليها ثلوج؟ طبعا وارد مع تساقط الأمطار يكون في بعض حبات الثلج والبرد دي على مناطق متفرقة، سواء كان السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري. يعني وارد طبعا، ممكن مناطق من القاهرة الكبرى وارد طبعا، لأن انخفاض درجات الحرارة في طبقات الجو العليا بيصل إلى يعني 25 درجة تحت الصفر، بس ده في طبقات الجو العليا عشان بس ده في تخفف سانت الجسم على كاترين قد بقى، ما قمة جبل سانت كاترين. لا، ويعني بتكلم في طبقات الجو العليا. طيب قول لي أدفى نقطة في مصر فين النهاردة؟ ايه يا فندم؟ أدفى نقطة في مصر يعني. اكتر يعني محافظات جنوب الصعيد هي تعتبر خلال فترات النهار بتكون ادفى، في لكن طبعا حدود في كام طبقات مثلا؟ الجو 25 مثلا؟ لا طبعا، احنا بنتكلم في 19 و20 درجه اه ده مئويه اللي هو عند أدفى، جنوب ده الصعيد. اللي هو يعني الحر يعني. ده اللي دافي دلوقتي يعني، او ما من الدفء زي ما كنت بنقول. عدى عليك بطيارتي الخاصة واخدك ونروح نقعد يومين هناك كده. كل يعني سنة وانت طيب، كل سنة وانت طيب، وحضرتك بألف خير وسنة سعيدة عليكم يا رب.